تتحول إلى الشأن اللبناني وتحذير خبراء من أن صوامع الحبوب في مرفأ بيروت والتي تضررت بشدة حين امتصت الجزء الأكبر من عصف الانفجار الهائل الذي دمر الصيف الماضي أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية يجب هدمها لأنها بناء آيل للسقوط. قالت الشركة السويسرية والتي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب في المرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي والذي وقع في 4 أغسطس إن كتلة الصوامع هي اليوم هيكل غير مستقر ومتحرك. أضافت الشركة في تقريرها أن توصياتها هي المضي قدما في تفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة ومحذرة من أنه كما أصبح واضحا فإن ركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة وسيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف. من بيروت ينضم إلينا الأستاذ محمد يحيى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان. بالتأكيد أستاذ محمد بعد التحية، وماذا بعد هذا التقرير وهذه التحذيرات من أن الصوامع أصبحت بناء آيل للسقوط؟ هو بطبيعة الحال زي ما حضرتك تفضلتي، الصوامع الحبوب الموجودة داخل ميناء بيروت البحري امتصت جانبا كبيرا من الموجة الانفجارية حينما وقع الانفجار المدمر في الميناء في 4 أغسطس من العام الماضي. وإن كانت هناك دراسة لجامعة بيروت العربية تقول أن هذا المبنى، مبنى الصوامع، لم يؤثر كثيرا على حجم الموجة الانفجارية. أي مكان لم يمنع كثيرا حجم الموجة يعني. صحيح، يعني كانت هناك دراسة جامعة بيروت العربية عملت دراسة موسعة قالت إن حجم الموجة الانفجارية التي تمكن مبنى الصوامع من صدها أقل من 1%، ولكن هناك خبراء آخرون يقولون إن هذا المبنى الضخم تمكن أو حال دون تعرض معظم أرجاء العاصمة إلى تفجير مدمر. والأكيد أنه تأثر بطبيعة الحال. المبنى قايل للسقوط، كانت هناك شركة سويسرية متخصصة أعدت تقريرا حذرت فيه بشدة من أن هذا المبنى أو ما تبقى منه هيكل المبنى قايل للسقوط، ومن ثم قد يؤثر على عمل الميناء. هناك بالفعل بعض الدول التي أعلنت أن في نيتها إعادة بناء مبنى الصوامع ولكن في مكان آخر. أيضا هناك شركة ألمانية أو مجموعة من الشركات الألمانية التي سيصل ممثلوها غدا إلى العاصمة اللبنانية بيروت أعدوا تقريرا حول إعادة إعمار وترميم واستثمار ميناء بيروت البحري مقابل الحصول على يعني حق التشغيل لمدة 20 سنة. كل هذه الأمور لا تزال في إطار يعني الأفكار المطروحة، لا سيما أن الأمر يتطلب يعني دراسة كبيرة، دراسة موسعة. ولكن الخطر الأكبر الذي يمثله هذا المبنى، مبنى الصوامع الذي كانت تخزن فيه الحبوب وتحديدا القمح الذي يستورده لبنان من أجل صناعة الخبز وصناعة المخبوزات والمعجنات، هذا المبنى يشكل بالفعل خطرا كبيرا. السلطات اللبنانية تفكر بطبيعة الحال في اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الأمر، ولكن لم تعلن قرارات حاسمة من وزير الأشغال ووزير التجارة باعتبارهما الوزيرين المتخصصين أو المختصين في إزاء هذا الأمر. لكن على كافة الأحوال هناك موافقة من قبل الجميع بأنه لابد من هدم هذا المبنى. سأعود مرة أخرى لفكرة الهدم، لكن هناك سؤال آخر، ما البديل لهذه الصوامع؟ أنا لا أتحدث عن أنه لابد من العمل بها طالما أنها أصبحت هيكل آيل للسقوط وهذا كل ما في الأمر فيما يتعلق بها، لكن هل هناك بدائل لهذه الصوامع حتى يطمئن المواطن الذي يعيش في لبنان على أمنه الغذائي؟ بالتأكيد سؤال مهم جدا. صحيح، سؤال مهم جدا. حتى الآن يعني يقوم لبنان باستيراد احتياجاته من الحبوب والقمح أو حتى المساعدات التي قدمتها مجموعة من الدول وفي مقدمها مصر التي قدمت مساعدات كبيرة في هذا المجال إلى لبنان عقب تعرض مبنى الصوامع للانفجار في 4 أغسطس الماضي. يتم تخزين هذه الحبوب والقمح في المخازن التابعة للجيش اللبناني، أيضا هناك مخازن تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. هناك يعني يمكن من الأمور يعني الطريفة إلى حد ما، في هناك مبنى استاد معروف اسمه استاد كميل شمعون، تحت الأرض هناك أماكن مخصصة للتخزين بطبيعة الحال، لتخزين أدوات رياضية، تخزين بعض المعدات الرياضية الخاصة بالاستاد، خزن فيها جانب من هذه الأمور القمح والحبوب.
حتى الآن الأمور يتم التعامل معها بشكل يعني إطار العجلة، لأن ما فيش يعني مبنى جاهز لاستيعاب هذا الكم بصورة مركزية بما يكفي احتياجات لبنان، ويتم الاستعاضة عنه بطبيعة الحال ببدائل المقدمة منها بطبيعة الحال زي ما ذكرت لحضرتك المخازن التابعة للقوات المسلحة اللبنانية. نعم، طيب هناك سؤال آخر، طالما أن هذا التحذير جاء منذ 4 أغسطس منذ وقوع هذا الحادث يعني تقريبا، إذن لماذا كل هذا التأخير؟ يعني هل من المتوقع أن يتم التأخير أكثر من ذلك؟ لأنها فترة كبيرة يعني قربنا على العام. هو يعني التحذير من انهيار المبنى يعني صدر قبل 2 أيام فقط. نعم. كانت هناك مجموعة من الشكوك حول يعني خبراء هندسيون عدوا تقارير، ولكن لم تكن الامور حاسمه ازاء ان المبنى يشكل خطرا داهما على ميناء بيروت البحري والمنطقه. كان ما زال هناك حديث عن اعاده ترميمه يعني؟ صحيح، كان هناك فكره لي يعني مهندسون قالوا ان الاساسات او الهيكل الاساسي، الجزء الاساسي من الهيكل الخاص بالمبنى قد يعني ممكن ترميمه بشكل او باخر لأن المبنى متماسك، ولكن جاء هذا التقرير الذي صدر تحديدا قبل 2 أيام من أن الصوامع متضررة بشدة وغير قابلة للترميم، وأنها يعني قابلة أو قايلة للانهيار، لينسف كل هذه الأمور. برضو ما ننساش أن لبنان انهمت في خلافات سياسية كبيرة تتعلق بتشكيل الحكومة، أزمة وباء كورونا. لكن بعيدا عن الخلافات وأزمة وباء كورونا، هل هناك أي رد فعل من المسؤولين من الحكومة تجاه ما سيتم تجاه هذا المرفأ بعد هذا التقرير أم ليس بعد؟ لا حد لم يصدر أي يعني موقف رسمي مستجد، فيما عدا بطبيعة الحال التصريح الذي كان أدلى به وزير الاقتصاد رؤول نعمة قبل عدة أشهر أعتقد في شهر ديسمبر الماضي، حينما قال ان الحكومه اتخذت قرارها بيعني هدم الاهراءات لان هناك مخاوف تتعلق بالسلامه العامه، ولكن حتى الان لم يصدر اي قرار، لم يصدر اي تعليق حتى الان، لان هناك انهماك اكثر في الساعات يعني الحاليه فيما يتعلق بجهود تشكيل الحكومه والوساطات الدوليه والعربيه التي دخلت على هذا الخط. نعم. أستاذ محمد يحيى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان، جزيل الشكر لحضرتك.